مساء الخير على حضراتكم جميعا، السيد الدكتور ديا رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، سيادة المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، السيدات والسادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بداية أود أن أعبر عن جزيل شكري للسيد الرئيس الجمهورية لتكليفه الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة الحوار الوطني. صحيح هذا ليس أول تكليف من فخامته، ولكنه تكليف تاريخي ووسام شرف للأكاديمية الوطنية للتدريب، ونتمنى أن نكون على قدر الثقة ونوافق في هذا التكليف الذي يتفق أهداف الجمهورية الجديدة. وسيذكر التاريخ أن بين جنبات هذا المبنى انطلق أول حوار وطني بين القوى والأطياف السياسية والحزبية والمجتمعية المختلفة. ولأن الأكاديمية منذ نشأتها وهي مصنع إعادة بناء الإنسان، فهي مؤسسة وطنية وستكون أبوابها مفتوحة ومرحبة بجميع فئات الشعب والقوى السياسية والمجتمعية، مسخرة كافة إمكانياتها لإنجاح هذا الحوار الوطني مع التزامها التام أن تقوم بدورها هذا بتجرد وحيادية وشفافية وعلى مسافة واحدة من الجميع حسب تكليفات السيد رئيس الجمهورية. إن الدعوة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني تبدو ملهمة في العديد من الأبعاد، ربما أبرزها تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني أو حقوقيين أو غيرهم، والوصول عبر الحوار إلى مساحات مشتركة تكون خطوة تضاف إلى الطريق نحو الجمهورية الجديدة. السيدات والسادة، مرة ثانية ألف مبروك بزوغ فجر جديد في جمهوريتنا الجديدة، ومرحبا بكم في رحاب الأكاديمية الوطنية للتدريب، متمنين لمجلس الأمناء وجميع القوى المشاركة التوفيق نحو حوار وطني جاد ومؤثر. وأخيرا وليس آخرا، الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وشكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور رشا.